يوصل في 100 يعملوا عركة، 100 ممدود معناها على الدنيا السلاء. لتأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلابه. دين وقتش يعرفوا سيدي رمضان يسيموا وشوف يسيم شوف لا باهي. الدين وين يراو فيه؟ في اللي يضرب في أمه، في اللي يعايق والديها، في اللي ياكل مال يتيمة، في اللي يخطف فلوس صغيره، فين يراو فيه الدين؟ ثماش دين بعد قطعان صلة الرحم؟ ثماش دين راه كي أنت ترى صلة الرحم مقطوعة معناها لا حياة في الدين، معناها على الدنيا السلام، فهمتني؟ كي توصل في 100 يعملوا عركة، 100 ممدود معناها على الدنيا السلام. هذه اكسبيريونس عايشتها، ميساج انا نحب نوصله. لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلابه. لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، ستبقى الأسود أسودا والكلاب كلابه. أنا في ميتة بابا ممدود العباد تتعارك يسألوا تسأل في على الدين، أن الدين راه كان صلة رحم، واضح؟ أن راه صلة رحم، واللي يقطع صلة الرحم حسبي الله ونعم الوكيل. عيلة تتقطع من عرش كامل، من عرشة على الدنيا السلام. وين ترى فيه الدين؟ وين ترى فيه الدين؟ الدين اللي في ميتة يعملوا هكاك، وين ترى فيه؟ وين ترى فيها الناس المستوعبة الدين؟ وين ترى فيها الناس اللي تعرف الدين؟ الدين وقتاش يعرفوا؟ سيدي رمضان يسيموا وشوف يسيم شوف لا باهي. الدين وين يراو فيه؟ في اللي يضرب في أمه، في اللي يعايق والديها، في اللي ياكل مال يتيمة، في اللي يخطف فلوس صغيره، فين يراو فيه الدين؟ ثماش دين بعد قطعان صلة الرحم؟ ثماش دين راه. ونعاود ونقولها وميساج وإن شاء الله يوصل. لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلابه. لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، ستبقى الأسود أسودا والكلاب كلابه. يرحم والديك. ميرسي. شنو رسالتك للشباب انت اليوم؟ والشباب ضايع، الشباب قاعد يفسد بشوي بشوي، شنو رسالتك ليه؟ بالحق تحليو بالدين، خلي ربي في بالك، بالحق خلي ربي في بالك، على خاطر دنيا دنيا تربي، ما تدوم الحد. وزايد شنو هو ديننا؟ الأخلاق، التربية، المعاملة الحسنة، صلة الرحم. اسأل على أخوك، اسأل على أخوك ولد أمك، ما تسألش على جارك، اسأل على أخوك ولد أمك أنت قبل، وبعد امشي اسأل على جارك، ولا بعد زقفه وعاون غيرك، ولا بعد زقفه وعاون الفقير. أنت أخوك متعاركين، شنو السبب؟ أقل حاجة تلقاها هذه الماجوريتي تاع معناها قطعان صلة الرحم، الإرث. الإرث صحيح ولا لا؟ هذاك قاعد يصير على الورث. صحيح، أكثر الأسباب اللي معناها شايعة في قطعان صلة الرحم، معناها زايد. خليوا ربي في بالكم، والدنيا دنيا تربي، الحمد لله. وكاو شنو هي كلمتك الأخيرة؟ ربي يهدينا على بعضنا.